السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. تغطيتنا اليوم بشكل بسيط وسريع عن تويوتا يارس موديل 2006. بنعرض لكم إياها بشكل سريع، نتكلم عن تفاصيلها البسيطة، ما رح نحاول نطول بالمقطع لأن فيها نسبة التفاصيل أو فيها مواصفات وتكنولوجيا جدا بسيطة ومحدودة. طبعا ما شاء الله السيارة ماشية تقريبا 520 ألف، هذا اللي تعودنا من سيارات تويوتا، سيارات قوية، سيارات يابانية ومميزة، دائما تتحمل مهما كانت ظروف القيادة. هذه تفاصيلها خارجية، إضاءتها هيلوجين، محركها 4 أسطوانات، دفع أمامي، الإضاءات في الكشافات هيلوجين بعد، جنوط حديد. مميزاتها مثل ما ذكرنا بسيطة، حتى بدون ريموت كنترول. لكن في الوقت الحالي، طبعا مر على هذه السيارة أكثر من 14 سنة، لكن في الوقت الحالي فئات تويوتا يارس جدا متطورة وفيها تكنولوجيا أكثر من كذا ومواصفات أفضل، بحكم أنه منافساتها طبعا مواصفاتها أفضل. مثلا عندك هونداي أكسنت، من أكثر منافسات طبعا تويوتا يارس هونداي أكسنت، بالإضافة لهوندا سيتي، ولا ننسى نيسان صني وكيريو. هذه السيارات تعتبر من أكثر منافسات تويوتا يارس، لكن نسبة مبيعات تويوتا يارس بالنسبة لمنافساتها تعتبر الأكثر مبيعا على مستوى العالم. أما بالنسبة للمواصفات فتختلف من وكيل لوكيل أو من دولة لدولة، تختلف المميزات والمواصفات اللي فيها. عرضنا لكم إياها من الخارج، خلونا نشوفها بالداخل أو من الداخل. طبعا العيب الوحيد في تويوتا بشكل عام في تويوتا يارس على هذيك الأيام كان عداد الطبلون، او الطبلون بشكل عام كان يكون في وسط الكونسول الوسطي، فهذه المشكلة الوحيدة اللي عانوا منها الكثير. اما بالنسبة في الوقت الحالي فهي عدادها افضل، شكلها افضل واجمل، او بمعنى صح اشيك، يعني نقدر نقول انها صارت تنافس منافساتها من ناحية التكنولوجيا والمميزات. طبعا مثل ما ذكرنا ناقل حركة يدوي، هذا هو الطبلون 520 ألف. طبعا سعرها ب 10 آلاف، حتى نسبة السعر تقريبا نوعا ما تعتبر سيارة تويوتا نوعا ما في الأسعار، مهما السيارة مشيت أو مهما استخدمت فأسعارها فيها مثل ما يقولون. هذا اللي تعودناه من سيارات تويوتا بشكل عام. طبعا هنا حملات اكواب بمعنى صح، مساحة تخزين ما نقدر نقول انها حاملة اكواب، حتى مساحة تخزين عادية. طبيعي هذه هي أشكال السيارات القديمة، كان شكلها نوعا ما على هذيك الأيام كانت تعتبر نوعا ما أشكال جميلة. النوافذ فيها كهربائية، خلونا نشوف. طبعا هذه التفاصيل، سعرها 10 آلاف. من ناحية السعر طبعا مثل ما ذكرنا بالمقاطع السابقة ما راح نتكلم عن المواصفات أو المميزات، المعذرة، ما راح نتكلم عن تفاصيل المشي أو السعر، لأنه السيارات تختلف على حسب استخدامها وحسب نظافتها، هذه اللي تحدد في النهاية أسعار السيارات المستخدمة بشكل عام. فما نقدر نحكم على أسعار السيارات من نظرة خارجية أو من عدد الكيلوات، هذه كلها ما تحدد أسعار السيارات. فطولنا عليكم بالمقطع بالنسبة لتويوتا يارس 2020، نزلت من كم يوم في صفحة القناة في قناتي في اليوتيوب جو أوتوموبيل،
وبترك لكم اياه بعد في شاشة النهاية اللي حاب تشوف تفاصيل كاملة او مميزات كاملة عن فئة الستاندر الناقلة حركة اوتوماتيك، تقدرون ترجعون للقناة وتشوفونه بشكل عام. طولت عليكم بالمقطع، اعذروني. في النهاية ادعمونا بالقناة بالاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. في النهاية رجاء، في امان الله. هذا المسجل كان بكاسيت وسي دي. يا جميل مكيف. المناخ في السيارة بشكل عام مناخ غير منفصل، يعني جبت مناخ واحد. هذا التكييف يدوي حتى بدون تحكم بالدركسون. الميزة الجميلة او الميزة الوحيدة اللي شفتها المرايات والنوافذ الكهربائية. في امان الله.